مساء الخير لكل متابعي أكاونت الأستاذة الدكتورة إيمان أحمد زكي على تويتر. كل عام وأنتم وذويكم بألف خير، عاد الله عليكم أيامه الكريمات بالخير واليمن والبركات، ونسأل الله أن يرفع البلاء عن عباده في كل مكان، وأن تعود الأمور أفضل مما كانت قريبا إن شاء الله. تحية تقدير واحترام للأطباء والهيئات المعاونة في كل مكان على دورهم الكبير فيما يمر به العالم من ظروف قاسية. اليوم موعدنا مع الحلقة الثانية من بكرة بيدق على بابنا. زي ما قلنا في الحلقة السابقة، بكرة بيدق على بابنا حلقات توعية والدية من أجل أبنائنا نصف الحاضر وكل المستقبل. وسألنا نفسنا المرة اللي فاتت، يا ترى استعدينا لبكرة قبل ما يدق على بابنا، ولا اتفاجئنا بوجوده؟ وحكينا بداية قصة ممكن تحصل في أي وقت في أي زمان وفي أي مكان. قصة شيرين وشريف، هنكمل النهاردة اللي حصل في هذه القصة. بعد الفرح سافر شريف مع شيرين تايلاند عشان يقضوا أسبوعين شهر عسل. شريف الحقيقة كان طاير بشيرين وحاسس إنه ملك الدنيا وما فيها، لدرجة إنه ما كانش شايف بوادر المشاكل اللي حصلت بعد كده. كان عايش في مود رومانسي زي أغاني عمرو دياب لما بيقول مثلا مفيش منك تخيل، وعلى رأي المثل مراية الحب عمية. المهم بعد ما رجعوا من تايلاند كان لسه فاضل في إجازة شريف حوالي 3 أيام، قضاهم مع رستو في زيارات بين العيلتين، مرة يتعزموا ومرة يعزموا. المهم الأيام عدت. في أول يوم شغل لشريف صحي بدري زي المعتاد، وهو متخيل إن شيرين هتصحى قبله وتحضر له الفطار زي ما والدته كانت بتعمل معاه، لكن طبعا ده ما حصلش. بعد ما استعد شريف للنزول عدى على شيرين وهي نايمة. شيرين حبيبتي مش هتقومي عشان نفطر مع بعض ونقعد شوية قبل ما امشي؟ ردت شيرين وهي بتغالب النوم، فطار ايه دلوقتي؟ انا عايزة اكمل نومي. كل اي حاجة، الاكل عندك في التلاجة. شريف خد على خطره بس قال لنفسه معلش عروسة برضو وبتتدلع، ما كانتش على الفطار يعني، لما ارجع هنتعشى سوا. رجع شريف حوالي الساعة 8 وهو واقع من الجوع ومن التعب كمان، ومع ذلك كان بيعد الدقايق والثواني عشان يشوف شيرين ويتعشوا سوا. دخل البيت لقى شيرين قاعدة في الليفينج ماسكة التابلت بإيد والموبايل بالإيد التانية وعمالة تغري، فقال معلش هخش دلوقتي أغسل وشي وغير هدومي على ما تخلص. وفعلا عمل كده ورجع لقاها خلصت المكالمة بس ماسكة التابلت فتح الواتس والفيس. يلا يا شيرين يا حبيبتي، يا دوبك ناكل لقمة لحسن أنا واقع من الجوع وتعبان جدا وعندي شغل الصبح بدري. بصت له شيرين وهي محرجة وقالت له لا يا شريف الحقيقة أنا مش هقدر أكل تاني، أنا لسه راجعة من النادي واتغديت متأخر مع أصحابي، شبعانة جدا. انفجر شريف بعد الصبر الطويل طول اليوم، كان بيمني نفسه انه هيقعد معاها شوية ويتعشوا. جرى ايه يا شيرين؟ ازاي تروحي النادي من غير ما تقوليلي؟ وطبعا ما عملتيش اكل، ما هو الهانم مش فاضية، ده كلام فارغ بالنسبة لك طبعا. انزعجت شيرين جدا من زعيق شريف،
هي عمر ما حد زعق لها قبل كده، دي كانت ملكة متوجة. فردت عليه بعصبية وقالت له: أقولك ليه؟ عادي جدا إن يخرج. هو أنت متجوزني عشان أفضل مستنياك في البيت طول النهار، أغسل وأطبخ وأكلم نفسي على ما تيجي؟ لا طبعا ده مش هيحصل. حاول شريف يتماسك عشان يفهمها وجهة نظره. أيوة يا حبيبتي عادي إنك تخرجي، بس لازم تقولي لي الأول، لازم أوافق وأعرف أنت رايحة فين. افرضي رجعت بدري وما لقيتكيش، افرضي افتكرت ان حاجه وحشه حصلت لك، يعني يبقى كويس؟ ردت شيرين عليه: انت قصدك كده، طيب المره الجايه هبقى ابلغك. ارتاح شويه شريف بعد ردها وكمل: طيب يا حبيبتي انا هطلب ديليفري، تعالي نتكلم شوية وانا قاعد اكل لحد ما اخلص. قالت له: طيب. بعد الاكل ما وصل قعد شريف ياكل وهي بتتفرج عليه وسألها: هو انت يا حبيبتي ما بتعرفيش تطبخي خالص؟ سؤال كان متأخر في الحقيقة. فردت: لا طبعا انا البرنسيسة شيرين، انت مش واخد بالك ولا ايه؟ انا مش طباخة. استغرب شريف من ردها وقال لها: ده بيتك يا شيرين، يعني لما تحضري الأكل فيه ما انتش خدامة ولا حاجة، ده بيتك، معقولة يعني هناكل من برة كل يوم؟ فردت: ودي لأ. صار شريف بشدة للمرة التانية: وليه لأ؟ ليه لأ يا شيرين؟ عشان يا هانم أنا برغم إن مرتبي كويس ووالدي بيساعدني، بس كده لا يمكن هنلحق على المصاريف، ديليفري، طلباتك، مكياج، كوافير، لبس، وبعدين اللي ما يشوفش من الغربال يبقى اعمى يا شيرين. غضبت شيرين جدا وقالت له: يبقى اعمى؟ انا عمية؟ طيب انا مش قعدالك، لما تبقى تعرف امتي وتعرف انت اتجوزتي مين تبقى تيجي تاخدني من عند ماما. انا هكلم اخويا عشان يجي يعدي عليا. حاول شريف يهدي شيرين باي طريقه: طب ينفهم يا شيرين، طب بالراحه، طب بالعقل، مش كده يا بنتي، انت بتتلككي ولا ايه؟ لكن شيرين صممت تسيب البيت، وفعلا جه اخوها على ما حضرت شنطتها وخدها وراح لبيت والدته. شريف قعد مذهول في الحقيقه بعد ما مشيوا، ما بقاش مصدق نفسه، هي دي اللي كان هيموت عليها؟ هي دي اللي ما كانش قادر يعيش من غيرها؟ الظاهر انه من كتر حبه ليها ما خدش باله ان هي مش بتبادله نفس الحب، وانه بالنسبة لها يدوبك جوازة والسلام، شكل اجتماعي مش اكتر. حاول شريف ينام ما قدرش، مع انه كان هيموت من كتر التعب، والصبح راح الشغل وهو في حالة يرسلها. زمايله قعدوا يسألوه طول النهار: مالك يا شريف، مالك؟ قال لهم: لا أبدا مفيش حاجة، أصلي درسي كان واجعني شوية ومعرفتش أنام. بعد الشغل رجع شريف على بيت والدته وحكى لها اللي حصل وهو في قمة الحزن. كان خايف جدا لحسن والدته تقول له: أنا مش حذرتك، أنا مش قلتلك. يا ترى والدته قالت له كده ولا عملت إيه؟ ده اللي هنعرفه في الحلقة الجاية إن شاء الله. كانت معكم الأستاذة الدكتورة إيمان أحمد زكي، أستاذ طب الأطفال ورئيس وحدة الأمراض النفسية والعصبية كلية الطب جامعة عين شمس. اسمحوا لي مرة تانية أهنيكم بحلول شهر رمضان المبارك، كل سنة وانتم طيبين، أترككم في رعاية الله وعلى وعد بلقاء الأسبوع القادم إن شاء الله. على لقاء.